أهل السنة والجماعة السلفيون. السلفية طائفة على مذهب السلف. أهل السنة والجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية. هم أهل السنة والجماعة. يقول السائل فضيلة الشيخ من الدعاة من يقول أن منهج السلف الصالح هو تفريق بين الناس حيث أن دعاته يقسمون الناس لأقسام من شتى ويتكلمون في أهل الدعوة والصلاح، فما قول فضيلتكم؟ هذا من دعاة الضلال، اللي يقول هذه المقالة من دعاة الضلال وليس من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، الذي يتكلم على علماء الأمة وسلف الأمة والصحابة والتابعين ويقول إنهم يفرقون بين الناس، هذا من الكذب والافتراء على سلف هذه الأمة. نعم. أهل السنة والجماعة السلفيون. السلفية طائفة على مذهب السلف. أهل السنة والجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية. هم أهل السنة والجماعة.